في خطبة الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الدين المعاملة وأن المال الحرام والغش يتنافيان مع الدين والوطنية والقيم النبيلة. وزير الأوقاف أكد أيضا أن الإسلام هو فن صناعة الحياة لا الموت، وأنه مليء بكل ما يحقق الأمن النفسي والمجتمعي. نتابع. ضوابط الأسواق وآدابها عنوان خطبة الجمعة لوزير الأوقاف من مسجد الحامدية الشاذلية، والتي أكد من خلالها على الأمانة والتراضي وعدم الغش في البيع والشراء حتى يتحقق الرضا التام بين الطرفين. عندما يكون الناس آمنين على طعامهم وشرابهم ودوائهم وكسائهم ومقتضيات حياتهم، يتحقق الأمن النفسي والمجتمعي. إذا كان الناس في قلق على طعامهم غشا أو دوائهم غشا أو حاجاتهم، كان هناك هلع مجتمعي، وقد عني الإسلام بكل ما يضبط أمور الأسواق. الدين الحنيف يأمرنا بكل ما ينظم حياة الناس، وعني بكل ما يحقق الأمن النفسي والمجتمعي، تأكيدات أخرى تأتي لوزير الأوقاف خلال الخطبة. الدين حسن الخلق، إذا أردت أن تعرف حقيقة إيمان الإنسان الحقيقية فاعرف بيعه وشراءه وحله وحرامه. الإسلام ليس كلاما، الإسلام فن صناعة الحياة وعمارة الكون وينظم للناس شؤون حياتهم. وقلت الوقوف عند الحلال والحرام والأمانة في البيع والشراء جزء كبير من الترجمة الحقيقية للإسلام. وفي ختام خطبة ضوابط الأسواق وآدابها يأتي التأكيد لما أمر به الإسلام في الأمور كافة، الدين المعاملة. وليد هيكل، التلفزيون المصري.